مرحبا بكل مستمعي راديو صوت في هذا الموجز الإخباري. قام اليوم عمال الشركة الجهوية للنقل ببنزرت بإذراب عن العمل بصفة فجئية، مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين. وحول هذا الموضوع كان لنا اتصال مع السيد بشير السحباني، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت. الشركة الجهوية للنقل ببنزرت تقريبا ثم في قطاع النقل ككل ثم اتفاقيات حصلة ما بين الاتحاد العام للشغل وما بين وزارة النقل على تمكين العمال هذم والسواق بتاع شركة الجهوية للنقل، وكذلك كذلك شركات النقل كل من مستحقات قديمة هذه تقريبا من عام 2006، ولكن تم إرجائها كل مرة مراعاة الظروف تاع الشركة حتى من عهد زاد حضور حكومة التروكا. كل مرة تصير احتقال لأنه تقريبا الحكومة السابقة والموجودة توا تتنصل من تنفيذ الإضرابات، تتنصل من تنفيذ المحاضر الجلسات، ورغم أنها تمضي عليها كل مرة تنفيذ نفسه حتى نقطة منها اللي ولت خلقت مشكلة كبيرة بين المخارتين وبين الهيكل في الاتحاد، بعد فارهم أنهم ولي يشوفوا في المنطقية بتاع التفاعل والمنطقية بتاع الجلوس للحوار مع الحكومة الحالية. يتواصل الإضراب العام لأعوان شركة النقل بتونس الذي شمل الحافلات والمترو الخفيف في كل من ولايات تونس بنعروس أريانا ومنوبة إلى غاية اليوم 13 من جانفي 2015، هذا مما يعني شلالتين في حركة النقل بالعاصمة. تم إلغاء إضراب عمالة شركات الفك وربط وحراسة السفن بالميناء التجاري الذي كان من المقرر تنفيذه أيام 15 و16 جانفي الجاري، حيث تم الاتفاق على مجمل النقاط الخلافية منها التعدد بتمكين العمال من زي الشغل لسنة 2014 وتمكينهم من الزيادات القانونية إلى حين إمضاء الاتفاقية القانونية المتعلقة بالقطاع. بالنسبة إلى الأخبار الرياضية، قرر مدرب المنتخب الوطني وبصفة رسمية تعويض كلا اللاعبين المصابين صبري خليفة وفخر الدين بن يوسف بكل من اللاعبين آدم الرحجيبي وأحمد العكيشي في قائمة المنتخب الخاصة بكأس إفريقيا للأمم 2015. تنظم جمعية النهوض بالإعلام يوم غد الأربعاء 14 جانفي 2015 احتفالية بذكرى الثورة التونسية بقاعة سينما متروبول بمنزل بورقيبة من خلال عرض فيلم الربيع العربي للمخرج محمد بن نصر بداية من الساعة 3 بعد الظهر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.